نعم يا شيخ، بعض الناس إذا قلم أظافره احتفظ الأجزاء هذه أو رفعها في مكان، هل هذا له أصل؟ بعض العلماء يقول إن ما الفضلات التي يزيلها الإنسان كالظفر وشعر العانة وشعر الأبط وشعر الشارب إنه ينبغي أن يدفنه، وروى في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكني ما لا أحفظ في هذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون اجتهادا من ابن عمر بعموم قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فإن إذا أخذنا بالعموم قلنا كل ما انفصل عن جسم الإنسان فإنه يعاد في الأرض، لكني لا أحضر في هذا السنة، فالله أعلم. إن دفنه الإنسان فلا بأس، وإن ألقاه في أي مكان فلا بأس.